السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة سبيشال اوردر. فيديو النهاردة يعني هو اللي طلبته مني بنوتة، بس انا قلت نعمله فيديو عام لينا كلنا. في بنوتة اتواصلت معايا وطلبت مني ان انا اعمل لها ميك اب للحنة، حنتها يعني. الكلام ده كان مش عارفة تقريبا من 3 اسابيع او حاجة، بس للأسف الشديد ان انا اتشغلت جدا ونسيت. وجت هي قبلها بيوم اللي هو امبارح فكرتني، النهارده كان يوم الثلاث، النهارده الاربع، بكره الخميس، يوم 10/10 حنتها. انا بدعي ربنا ان انا اقدر اصور الفيديو ده واكمله واعمل المونتاج بتاعي واقدر انزله قبل الحنه قبل بكره يعني، عشان هي تقدر تستفاد. بس قلت لا، ليه كلنا ما نستفادش؟ هي طبعا بعتت لي المنتجات، اسامي المنتجات اللي عندها، وقالت لي هتلبس فستان لونه ايه، وقالت لي ان هي عايزه تستخدم المنتجات دي وعايزه لوك ميك اب بيه، تمام كده. فانتي كبنوته لو عايزه تشوفي اللوك ده، لو عجبك، هو ده اللوك اللي انا هعمله النهارده. لو عجبك اللوك ده وعايزه تتفرجي عليه، هسيب لك ابتدي من الدقيقه دي. لو عايزه تسمعي النصايح اللي انا عايزه اقولها عن يوم الحنه، كملي معايا. اول حاجه بنات، يوم الحنه انا حضرت حنات الحمد لله شغلها كتير جدا جدا، احنا عندنا في العيله بنات كتير، حضرت حنه كتير جدا. الاساسي في يوم الحنه ان يعني تقريبا 80% من الوقت، 80% من الوقت بدون مبالغه، بيضيع في رسم الحنه، بيضيع في رسم الحنه بمعنى الكلمه. انت 80% من الوقت بتقعدوا ترسموا، كل البنات ترسم حنه، ده طبعا العروسه بتقعد ترسم لوحدها 10 ساعات، وبقيه الوقت بقى في اخر اليوم هو ده اللي بيبقى الرقص والمش عارفه ايه. فانت محتاجه ميك اب سريع، فانتي محتاجه ميك اب سريع وشيك في نفس الوقت. حاجه بتعمليها بسرعه وفي نفس الوقت شيك، تمام. تاني حاجه، انتي بتبقي المفروض ان انتي عامله ماسكات ومنظفه بشرتك وعامله مش عارفه ايه وايه وايه، فبالتالي انتي مش عايزه تحطي ميك اب تقيل علشان خاطر ما يبوظش الماسكات ونظافه البشره اللي انتي عايزاها قبل يوم فرحك. انتي محتاجه نضاره وشك يوم فرحك، فاحنا محتاجين نحط ميك اب ما يبقاش تقيل قوي، تمام كده. فنستخدم اقل المنتجات. هتيجي واحد تقول لي هو انت كده مستخدمه اقل المنتجات، هقول لك اتفرجي وانت تعرفي احنا في حاجات كتير جدا مش مستخدمينها، تمام. وفي نفس الوقت ما تحطيش ميك اب اوفر على وتركبي بقى رموش ومش عارفه ايه والكلام ده كله. ليه؟ عشان يبقى في فرق بين يوم الفرح وبين يوم الحنه، ان اللي يشوفك في الحنه يبقى في فرق بين الحنه والفرح، مش ميك اب اوفر هنا وميك اب اوفر هنا. يعني ايه؟ خليكي كده لطيفه. انا عن نفسي لو في يوم الحنه كل اللي هعمله ان انا هحط روج تقيل زي ده كده، اللون ده او اللون فوشيا، وهحط ايلاينر وماسكارا وممكن فاونديشن خفيف على البشره او بيبي كريم والبلاشر، وكان الله بالسر عليه يعني زي ما بيقولوا، هو دي كده اللوك بتاعي. بس انا عملته لوك كامل علشان خاطر سالي. ولو عشان بنت عايزه تعمل اللوك ده مثلا، بيجي لها ناس غريبه كتير عايزه تبقى شكلها مختلف، لكن ما تقفوريش، لكن ما تقفوريش. ليه بقى؟ زي ما بقول لك كده. تاني حاجه، انت هتعرقي وهترقصي وهتتنططي ومش عارفه ايه، فكل ده تعب على بشرتك مع العرق والميك اب. زي ما قلنا احنا محتاجين نضاره بشرتنا يوم الفرح، فكل ده ليه يعني؟ فهماني؟ هو الستايل شعرك ساعتها هو ده اللي انا رايي انك تهتمي بيه اكتر، لان دي الحاجه لو انت محجبه هي دي الحاجه اللي بالنسبه لك هتبقى مختلفه، شعرك. لكن الميك اب زي ما بقول لك كده، انت قلم ايلاينر مع روج مع بيبي خفيف كريم، انت كده عملتي يعني لوك حلو جدا ليوم الحنه، هو شعرك وفستانك هما دول اللي هيبقوا بجد مختلفين، تمام كده. فده كلمتين حبيت اقولهم. واللوكات الخفيفه هتختلف، بمعنى ان انت ممكن تحطي اي شادو، تمام، وتركبي رموش وبس. ده طبعا انا بتكلم على لوك العين. تحطي ايشادو ورموش وخلاص من غير ايلاينر، تمام. ممكن تحطي ايلاينر ومسكره بس، ممكن تحطي رموش وبس، يعني تكتفي بالرموش وبس، او رموش وكحل مثلا، وممكن ما تركبيش رموش خالص، ودي من وجهة نظري
الحاجه اللي هتبقى لطيفه جدا زي اللي احنا عاملينه النهارده، مجرد ان احنا عاملين رسمه ايلاينر وماسكارا بس، علشان تفرق زي ما انا قلت، تفرق معاكي رموش يوم الفرح، تبقي مختلفه. تمام كده، فيا رب ما اكونش رغيت كتير، ويلا بينا نشوف اللوك. استنوا قبل ما نشوف اللوك، في حاجه كمان عايزه اقولها عن العدسات. يا ريت عدساتك لو هتلبسي عدسات في يوم الحنه، يا ريت تبقى مش هي نفس العدسات اللي تلبسيها يوم الفرح. ده من وجهه نظري المتواضعه، يعني زي ما قلت انا عايزه يوم الفرح يبقى سبيشال. تمام، فما تلبسيش عدسات خالص، يعني ما تلبسيش عدسات خالص يوم ال 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 الحنه اصلا، هيكون احسن. او العكس، لو انت مش هتلبسي مثلا عدسات يوم الفرح، ممكن تلبسي يوم الحنه، ده لو انت من نوع البنات اللي بتلبس عدسات. لو انت هتلبسي يوم الفرح عدسات، ما تبقاش هي نفس لون العدسات اللي هتلبسيها يوم الحنه. ويا ريت يوم الحنه لو هتلبسي عدسات، تلبسي عدسات كده عسلي مثلا، اللي هي يعني ما تلبسيش عدسات خالص، تبقي طبيعيه اكتر حاجه، تبقي ناتشرال اكتر حاجه يوم حنتك. ده يا جماعه رايي الخاص يعني، وطبعا كل بنت تعمل هي عايزاه. وعلى فكره انا لابسه العدسات اللي هي البني او العسلي، لان البنوته هتلبس عدسات عسلي برضو، فانا حبيت اعمل لها اللوك كامل بالمنتجات اللي عندها. وعلى فكره كلها منتجات في متناول ايد البنات. اتفرجوا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك لو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. اول حاجه هنبتدي بيها يا بنات هي تنظيف الوش بميه الميسلر بتاعه جارني. تاني خطوه هتبقى ترطيب الوش، هرطب الوش بنتروجينا جيل المائي. وبعدين اخر خطوه في الترطيب هي كيو 10 من باليا، هرطب بيه تحت العين، وكده يبقى وشنا جاهز. اول حاجه هي قالت لي ان هي عندها البيبي سكين بتاع ميبيلين، انا مش هحطه، انت عايز تحطي يا سالي حطي. زي ما انا قلت في اول الفيديو، انا عايزه احافظ على مسامي، عايزه احافظ على وشي قدر الممكن، فانا مش عايزه احط بيبي سكين، مش هسد مسامي من اولها. فانا هحط الفاونديشن على طول، واستبدلت هذا البيبي سكين باكتفيت بالكريم اللي انا حطيته. هي قايله لي ان هي عندها الفاونديشن بتاع ايفون ترو كولر، وعندها الاير مات بورجوا. تمام، فانا هختار ان انا هستخدم الايفون ترو علشان ده تقيل، الاير مات ده تقيل على البشره، انا هختار الخفيف. الدرجه بتاعتي في ناتشرال بيج. هنور تحت العين بالكونسيلر بتاع فيتمي درجة 200 درجة 20، سوري. وانتي بتدمجي حاولي ان انتي توصلي ده كده ببعضه، بحيث ان سنتر الوش يكون مضيء. انا مش هعمل كونتور كريمي، لان هي ما قالتليش ان هي عندها كونتور كريمي، والموضوع مش مستاهل كونتور كريمي بصراحه، فهثبت على طول باللوز باودر. هي قالت ان هي عندها اللوز باودر بتاعه اماندا، فهنثبت باللوز باودر بتاعه اماندا. نخش بعد كده هنكمل الوش بقى عشان نخلصه. هي قالت ان هي عندها باليت البلاشر والكونتور، او باليت البلاشر والبرونزر، لان هي مش كونتور، بتاعه ام ان شيد نمبر اي. تمام، تعالوا نشوف اهي دي بتبقى درجاتها. تمام، فانا هخلط اللون ده مع اللون ده، اللونين دول مع بعض، هستخدمهم ايه؟ هستخدمهم برونزر. ومن الحاجات المهمة جدا يا بنات في ميك اب الحنة، تمام، انك تخلي بالك قوي قوي ان انتي مش تكوني محجبة، ف
فتخلي بالك ان الفاونديشن اللي انت حطاه يكون نفس لون جسمك او نفس لون رقبتك، علشان خاطر ما يبقاش فاتح ورقبتك سمراء، ولا هو وشك اسمر ورقبتك فاتحة، تمام؟ فتخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا يعني. وبعدين هستخدم من نفس البلد البلاشر اللي هو الوردي ده، ممكن ادمجه مع سنة من اللون الخوخي او البني الفاتح دوت. لو عايز تستخدمي ده بس، انا حابة ادمجهم مع بعض. هي ما قالتليش هي عندها برودكت ايه للحواجب، فانا هستخدم بتاعة ام ان شيد نمبر 3 طبعا، زي ما انا بستخدمها على طول. هنيجي بعد كده للعين وهنطبق الكلام اللي احنا قلناه في الاول. طيب اول حاجة انا هعمل جفن العين، تمام؟ هبطن جفن العين. استخدمي اي حاجة عندك، اي حاجة. يعني هي مثلا قالت ان هي عندها، هي مثلا قالت اللي هي عندها الكونسيلر بتاع ايجي رواين او مي او او اللي هو ميبيلين فيتمي، اي حاجة استخدمي اي حاجة اللي عندك. وهنبتدي نبطن الجفن بيها، وانتي بتفرديها كده نضفي بالحاجب برضو، نضفي بيه تحت الحاجب. وهنروح مثبتين الجفن على طول بنفس اللوز باودر بتاعت اماندا. هي قالت ان هي عندها بلة الاي شادو بتاع ام ان اي شيد نمبر اي وشيد نمبر بي، فانا هستخدم النهاردة ايه اللي هو دي بتبقى الوانه، تمام؟ انتوا مش متخيلين انا هستخدم حاجة عاملة ازاي. انا كل اللي انا هعمله ان انا هاخد اللون اللي هو الاوف وايت ده، تمام؟ اهو اللي هو اللون، سوري، اللون دوت ده اوف وايت شيمري، تمام؟ واخلطه حاجة بسيطة مع اللون ده، تمام؟ اللي هو الكاكاوي شوية ده، بصباعي اهو، بصباعي الاتنين، وهمشي بيهم على الجفن كده، هدي لمعة بسيطة للجفن. وبعدين هاخد اللون اللي هو ده اللي هو بني على كاكاوي كده بحاجة بسيطة، وهبتدي امشي بيه كده على الجفن السفلي. الحركة دي لو عندك اي انتفاخات تحت العين بتضيعها، بتخليها تبان كأن انت حاطة اي شادو مش انتفاخات، فاهمة؟ بعد كده هاخد نفس اللون اللي هو الاوف وايت ده اللي هو فيه لمعة، وهحطه تحت الحاجب. هي قالت ان هي عندها قلم الايلاينر بتاع ام ان اللي هو الدايناميك، فانا هحاول اعمل بيه في الاول لان هو بتاعي اصلا خلاص بيشطب، فحاول اعمل بيه. عرفت عرفت، معرفتش هستخدم حاجة تانية، تمام؟ طبعا لو عينك مبطنة هترسمي وينج لاينر صغير او ترسمي خط ايلاينر صغير، عايزة تعرضي شوية لو جفنك اكبر شوية وهكذا. فاول حاجة هنبتدي بخط صغير خالص عند خط الرموش، خطوط صغيرة بنوصلها ببعض عشان ما نغلطش. هيجي دلوقتي دور الماسكارا. هي قالت ان هي عندها مسكرة ام ان اللي هي البرفكت مسكرة. هنيجي بعد كده بنات، هي ما قالت ليش هي عندها نوع هايلايتر ايه بصراحة، بس انا عايز اقول حاجة. هي قالت لي ان هي عندها المسكرة البينك بتاعت ايسنس، فانا بقول لها لو انت عايزة كثافة حطي مسكرة ايسنس الاول بعد كده حطي دي تديكي طول، لكن انا عشان ما عنديش فحطيت دي على طول، ما عنديش بتاعت ايسنس للأسف خلصانة اللي عندي، فحطيت دي على طول. عايزين ناخد بقى شوية هايلايت، انا مش عارفة ايه نوع الهايلايت اللي عندك، فانا هستخدم حاجة يعني بتبقى موجودة كتير اللي هو هستخدم الماريلو الكوبي، واخد بصباعي وابتدي احط الهايلايتر. وهاخد نفس الهايلايتر دوت بفرشة صغيرة وهحطه عند مدمع العين.
في خطوة مهمة، هي انك بتاخدي الكحل وتمشي بيه على خط الرموش اللي فوق، عشان الفراغات دي بتفرق في اللوك جدا. ولو انت بقى عايزة تكحلي عينك كلها مفيش مشكلة. انا حطيت الكحل في اخر العين هنا يا بنات، بس انا هنصحك ان انت لو هتحطي كحل تحطي كحل ووتر بروف جوه العين، علشان ما يسحش ويهبب مع العرق ويفضل ثابت معاكي. يعني ما انصحكيش بالكحل ده لو هتحطيه في الووتر لاين اللي تحت، انصحك مثلا ب فوريفر 52، انصحك جدا 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 ب سكندل ايز اللي هو ده بتاع ريميل. دول اقلام كحل كويسه وهتبقى حلوه يعني في حاجه زي كده. تمام، هنيجي بعد كده لخطوه الروج. هي قالت لي ان هي عندها الروج بتاع تشاو اللي هو درجه 11، فهو ده انا عشان كده حطيت اي شادو فاتح جدا علشان اللون الروج هيبقى مفرقع. فهنبتدي نحط ليب لاينر. هتحددي شفايفك الاول، انا هحدد شفايفي بلون بني يبقى زي الكونتور كده. ده كده اللوك النهائي يا بنات. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون عجبك يا سالي. وفي لو ما عجبكيش ده يا سالي، او انت عايزه تحطي حاجه اجمد، هسيب لك تحت لينك ريفيو تاني لميك اب برده هيليق جدا على فستانك، وانا كنت عاملاه ومستخدمه برده في حاجات من اللي احنا استخدمناها النهارده، وكنت انا لابسه فيه بيبي بلو، فهيليق معاكي جدا. لو انت حابه تتفرجي عليه هسيب لك اللينك تحت. بس ده من وجهه نظري انا، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي، وتابعوني على الانستجرام يا بنات. باي باي.